تقع المدينة على الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ويحد المدينة من الشرق مدينة دمياط الجديدة، وتبعد عنها حوالي 20 كيلومترا، ومدينة جمصة، وتبعد عنها حوالي 6 كيلومترات، ويحدها من الغرب مدينة بلطيم، وتبعد عنها حوالي 20 كيلومترا، ويحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب أراضي زراعية تابعة لزمام مدينة المنصورة على الطريق الساحلي الدولي. إجمالي مساحة المدينة 6260 فدانا، يبلغ طول واجهة المدينة حوالي 15 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط. يبلغ إجمالي عدد السكان المتوقع حوالي 680 ألف نسمة. يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية على مستوى المدينة 158 ألف وحدة سكنية. وتتضمن إسكانا سياحيا. إسكان الفيلات. إسكان متوسطا. إسكانا اجتماعيا، شاملة كافة الخدمات اللازمة، بالإضافة إلى جامعة إقليمية ومدينة طبية ومناطق للصناعات التكنولوجية. منطقة الكورنيش. تم تصميم المخطط العام بما يوفر كورنيشا للمدينة، يشمل طريقا بعرض 56 مترا، ويقع عليه من ناحية البحر مجموعة من الشواطئ العامة والخاصة، وتقع عليه من ناحية المدينة مجموعات من الأبراج السكنية ذات الأنشطة المتعددة. مراحل التنفيذ. يقترح تقسيم تنفيذ المدينة على 3 مراحل. تبلغ مساحة المرحلة الأولى 2175 فدانا، إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمرحلة 53,000 وحدة سكنية، إجمالي عدد السكان بالمرحلة 230,000 نسمة.